لمزيد من التفاصيل أنا بروح مباشرة إلى العاصمة التونسية تونس، ومعي على الهاتف أحد الزملاء الإعلاميين في تونس، ناقد رياضي كبير وصحفي وإعلامي كبير في تونس وإذاعي في إحدى الإذاعات التونسية، الأستاذ فهمي البرهومي. أستاذ فهمي مساء الخير، يعيشك. أهلا بك، أهلا بك محمد، مرحبا بكم، مرحبا بكل مشاهدين وكل متابعين قناة الأهلي في مصر، ويعيشك كما قلت أنت. يعيشك صديقي، وأخبارك وأخبار تونس ومباراة النجم الساحلي والأهلي، بالتأكيد مباراة كبيرة جدا للإعلام التونسي والإعلام المصري يعني بيهتم فيها بها بهذه المباراة بشكل كبير جدا، وظهرت هذه الاهتمامات خلال حديث الصحف والإذاعات في الساعات القليلة الماضية. ألو؟ ألو؟ فهمي سامعني؟ الخط ما كان مشوش شوية، ما سمعتش السؤال محمد، يعني كنت تتحدث عن المباراة وكيفاش نعيشها في تونس، ما عرفتش هكا كان سمعت مليح ولا لا. الأجواء هناك في تونس استعدادا لهذه المباراة، أجواء فريق النجم، كمان المباراة مش في سوسة، هتكون في رادس، فأطلعنا كده عن كل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة. نعم بالفعل، ممكن لأول مرة مش يتقابل الاهلي والنجم الساحلي في ملعب رادس، وهذه حاله اولى على اعتبار معفو، وهي عندكم المعلومه في مصر كونه ملعب اولمبي سوسه في اشغال لمده عامين كما كان عندكم في استاد مصر في القاهره كان مغلق للصيانه، المره هذه ملعب سوسه باش يكون مغلق للصيانه والنجم، ونعطي لوائح الكاف ما نجمش يلعب في اي ملعب، لازم يكون ملعب مطابق للوائح الكاف والفيفا، فاختار كاين انه يلعب في ملعب رادس، يمكن هذا يكون عامل ايجابي للاهلي المصري كثير، هذا يلزم النجم الساحلي يستغل ارضيه الميدان، صحيح المقابله ما عندهاش حجم كبير برشا على اعتبار هي مقابله جايه في دور مجموعات، يعني الاكيد والثابت ان شاء الله وهذا ما نتمناه ان شاء الله ونتمناه انتم في مصر كاهلي وايضا احنا في تونس كجميع النجم الساحلي كون الاهلي والنجم هم اللي يصعدوا من المجموعه هذه للدور القادم، لان البطوله ما زالت تسجيلها بتاع كاس افريقيا، يمكن اللي يسيطر اكثر على الماتش هذا وشنو يسبقوا هو ما يحدث داخل النجم الرياضي الساحلي وعدم الاستقرار الاداري وانسحاب رئيس النادي السيد رضا شرف الدين، هذا ممكن يطغي اكثر على الامور الفنيه والمواجهه بين النجم الساحلي والاهلي المصري. طيب قوام الفريق، يعني كان عندنا معلومات ان قوام فريق النجم الساحلي مش هيكون مكتمل في هذه المباراه، هل في غيابات؟ نقص الصفوف، القايمه كمان مش مكتمله كقيد في افريقي حصل بالنسبه للنجم الساحلي، قياده فنيه جديده كمان، خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الاسباني اللي كان بيقود النادي الاهلي قبل 4 سنوات من الان، الامور الفنيه في النجم وعدد اللاعبين في القايمه وتصريحات جاريدو قبل مباراه الاهلي. اكيد النجم الساحلي مش يكون منقوص من صدام بن عزيزه، لاعب اساسي، لاعب محوري، لاعب للمنتخب التونسي، نعتقد انه غياب هام ضد مواجهه هامه ضد الاهلي المصري، لكن ممكن النقطه المهمه الطاقم الفني الجديد اللي حكيت عليه محمد مرفوع على الاخوان كارلوس جاريدو اللي انتم تعرفوهم بيحكي الان الاهلي كان درب الفريق هذا، انه اخوان كارلوس جاريدو في ثاني مباراه رسميه ليه مع النجم الساحلي بعد ما لعب المباراه في البطوله مع اتحاد بن جرزين وكان تعادل النجم ضد اتحاد بن جرزين خارج ميدانه، الحقيقه مازلنا ما نعرفوش المدرب هذا على الاختيارات الفنيه نتاعه كيفاش باش يوظف اللاعبين امام الاهلي المصري، لكن حسب اخر مباراه ليه واول مباراه لعبها ضد اتحاد بن جرزين تقريبا لعب نفس الرسم اللي كان عليه المدرب اللي يسبقه ما غيرش كثير، هذا بالطبيعه ممكن ما يحبش يجازف، لكن نكتشف خوان كارلوس جاريدو في مواجهه حاسمه وكبيره كما ضد الاهلي المصري. عدد اللاعبين في هذه المباراة ممكن يكمل دكة البدلاء يبقى 18، ولا الرقم اللي وصل لي أو الأرقام اللي اتقالت حوالي 15 لاعب أو 16 لاعب فقط، الأرقام دي صحيحة فعلا؟ ما سمعتش السؤال منيح، لكن يبدو أنك تقصد نقص اللاعبين على مستوى القائمة، نقص الصفوف بالفعل هذا إشكال كبير برشا في النجم الرياضي الساحلي، وأنه النجم كان يعني قدم الطلب للكاف على أساس أنه يزيد في اللاعبين القائمه الافريقيه، وهذا يعني ما خداش الرد نتاعه، ربما السنه الجوله الثانيه باش يضيف لاعبين، يعني صحيح المدرب شاف روحه في اشكال كبير برشا، وهذا خطا اداري وسوء برمجه من اداره النجم الساحلي اللي كانت يعني ثم لاعبين كانوا باش يغادروا في الاخير بقاو في النجم وهم لاعبين اساسيين لقاو روحهم خارج القائمه الافريقيه، وهذا ممكن عامل يفيد الاهلي ويقلق الاطار الفني، لكن عليه انه الاطار الفني من المجموعه الحاليه انه يحاول يلقى الحلول وانه يخرج نتيجه ايجابيه من المباراه هذه. طيب اقامه المباراه في رادس يا استاذ فهمي، في هيكون في تنقلات او في حضور جماهيري كبير من جماهير النجم من سوسه الى رادس، ولا الحضور الجماهيري ازاي، او حتى الاقبال على التذاكر، لان كمان النهارده
أسعار التذاكر نشرت عبر الإعلام أو الصحافة التونسية، والأرقام مش كبيرة يعني 7 دينار درجة ثالثة إلى 800 دينار رقم المبلغ اللي هو تذكرة الماسورة. صحيح، يعني التذاكر هذيك تقريبا الأسواق الموجودة الأسعار الموجودة، يمكن هي فرصة للجماهير النجم يتنقلوا، السائح ممكن الوقت نتاع المقابلة أنه يمكن يساعد من يساعد جماهير النجم لأنه التنقل يتكلف شوية، لكن أنا نتصور أن جماهير النجم باش تكون ردة فعل نتاعها أن تحاول تساند الفريق نتاعها. ما ننساوش محمد، ممكن عندكم المعلومة ولا لا، كونه نجم الساحلي عنده مشاكل على مستوى مشاكل مالية، ثم حملات على مستوى صفحات النجم الساحلي اللي جاء جمع تبرعات لكونه الدفع ما يمكن دفعه من لإنعاش خزينة النادي، فهذا فرصة كونه الجماهير تجي تفرج في الفريق نتاعها، وأيضا كونه تقدم مبالغ اللي تنجم تساعد النجم الساحلي في قادم المشوار. نتصوروا ان شاء الله نتوقعوا حضور جماهير النجم في الماتش هذا. اخر سؤال استاذ فهمي، المشاكل الاداريه او الامور الاداريه المتعلقه بالنادي ليها تاثير سلبي على الفريق حتى نتائجه في الدوري المحلي؟ هل مستمره لغايه اللحظه دي، ولا هناك فصل ما بين الفريق مع الامور الاداريه من خلال جريده بعد ما تولى المسؤوليه خلال الاسبوع الماضي في الدوري التونسي؟ نقول لك انه طيب، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالصديق الاعلامي الاستاذ فهمي البرهومي الاذاعي التونسي.